بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم برمجة أو تطوير الألعاب بواسطة محرك الألعاب يونيتي. في درس هذا اليوم إن شاء الله سوف نركز أو سوف نشرح كيف نقوم بإضافة الفيزيائية الفيزيكس للأوبجكت. فمثلا في الواقع أو في الوضع الطبيعي أو في الواقع الحقيقي، هناك كل المجسمات محكومة بقوانين فيزيائية. فمثلا إذا قمت بأخذ الكرة ووضعتها في الهواء وقمت بسحب يدي منها، ستقوم بتأثير الجاذبية بالنزول تدريجيا بما يتناسب مع الكتلة الخاصة بها إلى الأرض. سأجد أن محرك اليونيتي أتاح لي مجموعة من الكومبوننت الخاصة بفيزيائية المجسمة. فلو قمت هنا بالذهاب إلى البروجكت واخترت صورة من الصور التي استخدمناها في بناء المرحلة، ولنفترض مثلا هذه، سأضعها هنا. إذا وضعت هذه الصورة هنا وأيضا ذهبت إلى الشخصية ووضعت صورة مبدئية هنا، لن نتعامل مع هذا، سوف نتعامل فقط هذا لعرض لتوضيح، ثم نقوم ببناء اللاعب في الشكل النهائي. إذا قمت بأخذ البلاير الجديد هنا وقمت بالذهاب إلى الـ Add Component، سأجد أن هناك الـ Component التي يمكن أن أقوم بالتعامل معها. الـ Component الرئيسية التي تقوم بإعطاء الفيزيائية لأي Game Object هي Rigid Body. والـ Rigid Body عندما أقوم بكتابتها هنا، سأجد أنه هناك نوعين من الـ Rigid Body. هناك Rigid Body لوحدها وهناك Rigid Body 2D. نحن ذكرنا أن محرك اليونيتي يمكنك بواسطته عمل ألعاب ثلاثية الأبعاد وعمل ألعاب ثنائية الأبعاد. بالتالي الأولى التي لا تحتوي على 2D هي خاصة بالمجسمات ثلاثية الأبعاد، بمعنى أنه يتم حساب ثلاث محاور وليس محور واحد، أي أنه يقوم بحساب المعادلات الفيزيائية على الإكس وعلى الواي وعلى الزد. بينما الثانية هي مخصصة للسبرايت أو للمجسمات ثنائية الأبعاد والتي غالبا ما تكون صور. فإذا قمت الآن هنا باستخدام الريجيد بادي 2D، سأرى أنه أتاح لي مجموعة من الأمور المشتركة في أي مجسم فيزيائي. فمثلا أعطاني الكتلة الماس، وأعطاني معامل الجاذبية. طبعا نحن متفقين بشكل عام أن هناك رقم موحد ألا وهو 9.8 بقوانين الجاذبية، أنه عندما تقوم بوضع المجسم في الفضاء يقوم تدريجيا بالنزول إلى أعلى إلى أسفل عفوا، لأنه هناك تأثير جاذبية. فأنا عندي هنا السكيل، الرقم الموجود عندي هنا هو 1 ضرب، يعني هو هنا معامل سكيل 1 ضرب القيمة الخاصة بقيمة الجاذبية. مبدئيا لن أقوم بعمل شيء، فقط سوف أقوم بعمل بلاي للمشهور. بمجرد الضغط على بلاي، لاحظوا أن الشخصية الموجودة فوق بشكل تدريجي قامت بالنزول إلى الأسفل، لأنها تحتوي على كتلة ولأن هناك معامل جاذبية، مباشرة قامت بالنزول إلى أسفل. نحن ممكن نضع هنا الأوردر إن لاير لكي تبقى فوق كل الصور. ممكن أن نضعها هنا مبدئيا 50، هكذا نضمن أنها موجودة في فوق كل الصور. وسأقوم أيضا بإعطاء هذا المكعب أو هذا التي الأصل أن تكون أرضية، أيضا سأقوم بإعطائها الجد بودي 2D. ولكن لاحظوا هنا، إذا قمت بعمل بلاي سأجد أن الأرضية أيضا تقوم بالنزول إلى أسفل، وهذا الشيء الذي لا أريده، يجب أن تكون أرضية ثابتة. فمن ضمن الخيارات الموجودة عندي هنا في الريجد بودي 2D البودي تايب، يعني نوع هذا البودي، هل هو دايناميك، هل هو متحرك أم أنه ثابت. سنجد أن هناك خيار اسمه ستاتيك، هذا الخيار يقوم بتثبيت الجسم ومنع أي عملية فيزيائية عليه. جميل جدا، إذا هذا أصبح متحرك وهذا أصبح ثابت. ولكن لاحظوا أنه عندما قمنا بعمل بلاي ظهر عندي مشكلة، ألا وهي أنه يعني لم يقف هذا المجسم أو هذا الكاركتر على الأرضية الموجودة عندي في الأسفل. لماذا؟ لأننا عندما قمنا بإضافة الريجيد بودي قمنا بإضافة فقط أنه يتأثر بالجاذبية، ولكننا لم نقم بإضافة
كيف يصطدم مع المجسمات الأخرى. لكي نجعل هذا المجسم يتأثر أو يصطدم بمجسم آخر، يجب علينا أن نضيف كومبوننت أخرى اسمها كولايدر. والكولايدر عندما أذهب إلى الأد كومبوننت وأقوم بإضافة، أكتب كتابة كولايدر، سأجد أن هناك أنواع كثيرة منه. فعندي مثلا البوكس كولايدر. هذا البوكس كولايدر هو للمجسم ثلاثي الأبعاد، بمعنى أنه للمكعب، لأنه لاحظوا الشكل، هو شكله مكعب، أي أنه يحيط المجسم من ثلاث زوايا. بينما عندي البوكس هو المربع، ولاحظوا أنه بجانبه مكتوب 2D. إذن كل شيء 2D مكتوب عندي هنا سوف نقوم أو يمكننا استخدامه إذا كنا نقوم بتطوير لعبة ثنائية الأبعاد. لاحظوا أن المربع الموجود عندي في الأسفل هنا سوف أقوم بوضع بوكس كولايدر. ولاحظوا عندما قمت بإضافة الكولايدر أصبح هناك مربع أخضر. هذا المربع الأخضر يحيط الشكل أو يحيط الصورة، وهذه هي الحدود التي إذا اصطدم معها مجسم آخر سوف يقف عندها ولن يتجاوزها. سنذهب مرة أخرى إلى الفوكس عندي هنا، وسنقوم أيضا بإضافة الكومبوننت التي اسمها بوكس كولايدر. ولكن لاحظوا هنا عندما قمت بإضافة البوكس كولايدر أصبح لدي أو ظهر لدي مشكلة. ما هذه المشكلة؟ المشكلة هي كالتالي: لكي نرى ما هي حدود الكولايدر الموجود عندي هنا، سوف نقوم بإخفاء الصورة الخلفية الموجودة عندي هنا. سوف أقوم مبدئيا بإخفائها، وسوف أقوم بالضغط على البوكس. لاحظوا أن الحدود الخضراء كبيرة، وهذا شيء لا نريده، لأنه معنى ذلك أنه إذا اصطدم المنطقة الموجودة عندي هنا مع شيء آخر سوف يتوقف المجسم، وأنا لا أريد هذا الشيء. أنا أريد أن تبقى الحدود الموجودة عندي هي حدود فقط في منطقة الأقدام، أو فقط في المنطقة الخاصة عندي هنا. كيف يمكن حل هذا الموضوع؟ يمكن حل هذا الموضوع ببساطة. هناك ضمن الكومبوننت اسمه Edit Collider، نجد أنه يمكنني من خلال الضغط على زر Edit Bounding Volume أنني يمكنني تحريك أو تغيير حجم الكولايدر الموجود. بالتالي بإمكاني أن أقوم بعمل هكذا، وبإمكاني بعمل هكذا، وبإمكاني بتنزيل هكذا. أصبحت حدود الكاركتر هي بشكل صحيح. هنا قضية يجب أن ننتبه لها: في حال قمت باستخدام البوكس كولايدر، انتبه خصوصا إذا كان كاركتر 2D وتريد أن تقوم بعمل فليب له، انتبه أن يكون الأوفست على الإكس صفر. لماذا؟ لأنه لو افترضنا أنه مثلا كان عندي البوكس الموجود عندي هنا هكذا، نفترض مبدئيا هكذا، نحن ذكرنا أنه إذا هذا الكاركتر قام بالتحرك إلى اليسار سوف نقوم بعمل فليب للصورة. لاحظوا الآن إذا ضغطت على فليب للصورة أصبح هناك إخلال في حجم الكولايدر الموجود عندي هنا. فمثلا هنا لاحظوا أنه بين عينه وبين الكولايدر هناك مسافة جيدة، ولكن عندما أقوم بعمل قلب هنا أصبحت عينه هنا ملاصقة تماما للكولايدر، فبالتالي لن يكون مضبوطا بالشكل الصحيح. إذن إذا قمنا بعمل الكولايدر صفر سنرى أنه بالضبط حصلنا هذه هنا مسافة بسيطة، وإذا قمت بعملية القلب أيضا هذه المسافة موجودة عندي هنا بسيطة. الآن سنقوم بالذهاب وعمل بلاي للعبة، سنجد أنه وقف مباشرة عند المكعب.